من اخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك، وهنبتدي اخبار الزمالك من عند مجلس الاداره، واللي بيسعى ان هو ينهي صفقه مستحقات جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، خاصه طبعا وان هو ما حصلش على راتب شهرين من النادي. حرص مجلس اداره النادي ان هو ياكد لجوميز ان هو هيتم حصوله على مستحقاته خلال الساعات اللي جايه دي، ومش هيكون في اي مشكله فيما يخص امر مستحقاته الماليه. جوميز كان مستني ان يتم صرف المستحقات دي قبل الاجازه اللي حصل عليها الفريق، وقبل كمان ما يسافر للبرتغال، ولكن طبعا حالة الظروف دون ذلك. ونروح لخبر تاني بيخص برضو نادي الزمالك، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك عن الحالة الطبية الخاصة بأحمد فتوح وسيف الجزيري ثنائي فريق نادي الزمالك. أكد أسامة أن أحمد فتوح بيعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ من امبارح من يوم الثلاث البرنامج التأهيلي والعلاجي داخل نادي الزمالك تحت إشراف الجهاز الطبي عشان يتعافى من الإصابة ويتم تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. اتعرض كمان أحمد فتوح للإصابة دي في تدريبات منتخب مصر، وبناء عليه تقرر استبعاده من مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات اللي بتؤهل لبطولة كأس العالم 2026. وفيما يخص بقى سيف الجزيري، فأشار رئيس الجهاز الطبي إن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وأضاف كمان محمد أسامة إن هو على تواصل مع الجزيري بشكل مستمر من ساعة ما جات له الإصابة دي مع منتخب بلاده، وأكد كمان إن هو هيخضع لفحوصات طبية عشان يقف برضه على حالته بشكل نهائي، وتحديدا كمان على بروتوكول العلاج اللي هيكون بيخوضه خلال الفترة القادمة. وتعرض التونسي سيف الجزيري للإصابة مع منتخب بلاده، وبناء عليه تم استبعاده من مواجهة غينيا الاستوائية وناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. لسه مكملين معاكم اخبار نادي الزمالك. والقى بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين في نادي الزمالك والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول في نادي الزمالك محاضرات فنيه امبارح يوم الثلاثاء على مدربي القطاعات الناشئين والبراعم، وده طبعا جه وفقا للتنسيق ما بين رئيس القطاعات للناشئين والمدير الفني للفريق الاول عشان يطبقوا الاستراتيجيه اللي محطوطه للنهوض اكيد بالمدربين لمواكبه التطورات الحديثه في علم التدريب في المراحل العمرية الصغيرة. وفي سياق متصل برضو بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين قدم التهنئة للبرتغالي جوزيه جوميز وكمان للجهاز المعاون واللي تواجد في المحاضرة بمناسبة التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واتمنى أكيد ليهم الفوز بمزيد من البطولات مع نادي الزمالك خلال الفترة اللي جاية. كمان أعرب جوميز عن سعادته بالتواجد وسط المدربين والتنسيق المتبادل والتواصل مع بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين في كل الأمور، وأكد كمان أن هو هيقدم كل خبراته عشان يكون بينهض بقطاع الناشئين في نادي الزمالك اللي بيضم أكيد لعيبة على مستوى متميز جدا، وأن الهدف هو الاستمرار أكيد في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أنها تستمر المحاضرات الفنية لمدربين القطاعات النهاردة كمان يوم الأربعاء وبكرة يوم الخميس، يعني 3 أيام 3 و4 و5.